يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية في القاهرة العظمى فيها 31، الصغرى 22، الإسكندرية 28 20، مطروح 28 20، بورسعيد 29 23، والإسماعيلية 31 20. أما في السويس فالعظمى 31، الصغرى 21، العريش 29 18، طابة 30 23، شرم الشيخ 33 25، الغردقة 34 23. أما في الأقصر 36 22، أسوان 36 23، الوادي الجديد 34 21، حلايب 32 24، وأخيرا شلاتين 34 25. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.